ان شاء الله النهارده هنشوف كده خطوه خطوه مع بعض ازاي تعمل الويب سايت بتاعك او بتاع شركتك بنفسك بخطوات سهله وبسيطه خالص. اول حاجه لازم تعرفها عشان تعمل ويب سايت، المفروض يكون عندك 3 حاجات. اول حاجه يكون عندك دومين زي ايه، زي مثلا شركتك اسمها www مثلا my company .com، ده كده اسمه دومين. انت بتشتري الدومين ده من بروفايدر معين. طيب تاني حاجة المفروض يكون عندك السيرفر اللي هيكون عليه المحتويات بتاعت الويب سايت بتاعك، وهنا في يعني كذا شكل او كذا اسلوب او كذا خطة اسعار. يعني اول حاجة في حاجة اسمها شيلد، وفي حاجة اسمها VBS. VBS يعني Virtual Private Server، انما شيلد انت متشارك بشكل معين في ريسورسز كتير اوي. ده باختصار كده يعني. ثالث حاجة يكون عندك التولز اللي انت هتعمل بيها الموقع بتاعك. يعني لو انت شاطر شوية وعايز تعمل فروم سكراتش وعايز تكتب HTML و CSS و PHP ماشي، لكن دلوقتي في حاجة اسمها Content Management System زي WordPress ده احنا هنركز عليه، وزي حاجة اسمها جملة وهكذا. الخطوة اللي بعد كده هنقول كل ده بالتفصيل، بس خليك معايا لحد اخر الفيديو عشان تعرف الخطوات بالتفصيل. انت لو هنعمل دلوقتي الويب سايت اللي احنا هنعمله ده هنعمله على VBS. طيب انت عشان تقدر تستفيد او تستخدم الفي بي اس بتاعك ده اللي هو Virtual Private Server محتاج حاجة اسمها Control Panel او لوحة تحكم. كنترول بانيل دي هي في المجمل كده عاملة بالظبط يعني تشبه للويندوز شوية بتاعت اللابتوب بتاعك، فيها الادوات بتاعتك ماي كمبيوتر، فيها كنترول بانيل، فيها نتورك نيبر هود، فيها كل الحاجة اللي انت ممكن تحتاجها عشان تتعامل مع هذا اللابتوب. طب الكنترول بانيل في الفيرتشوال برايفت سيرفر يعني هنشتغل على بلاتفورم على لينكس، هنشتغل على لينكس. في حاجات كتيرة جدا يعني، في حاجات مشهورة زي سي بانل، حاجة اسمها بليسك، حاجة اسمها فيرتشوال مين، وهكذا. في بعضها طبعا لايسند وفي بعضها فري. طيب احنا المثال بتاعنا النهارده في الفيديو هنشرح على كنترول بانل اسمها كلاود بانل، ودي فري. هنعمل لها انستليشن على لينكس ريليز اسمها ديبيان فيرشن 10. خليك معايا لحد الاخر عشان تشوف كل الخطوات دي هنعملها وهنتناولها ازاي. اول حاجة ده كده البروفايدر اللي انا اشتريت منه الفي بي اس بتاعتي اللي هي فيرتشوال برايفت سيرفر، شركة اسمها كونتابو. يعني ده خدت اسعار تانية ممكن نبص عليها كده بسرعة. ده بالنسبة لإيه، احنا عايزين نبص على الـ Virtual Private Service، اهي Cloud Virtual Private Service هي دي.
كذا كذا خطة أسعار، بيقول لك أهو عايز 54 جيجا واحد سناب 32 تيرا بالترافيك دي اللي احنا هنشتغل عليها في المثال بتاع الفيديو ده، دي في الشهر بالمبلغ ده وهكذا. طيب طب ايه الشيرد دي عاملة ازاي او الشيرد كلاود دي عاملة ازاي؟ في شركات تانية بتقدم الشيرد زي مثلا برو هوست، هو بيقدم الهوستنج في البرو هوست الشيرد والديديكيتد والفي بي اس. الفي بي اس زي بتاعت كونتابو اللي احنا خدناها بنشرح عليها الفيديو. الديديكيتد ده حاجة تالتة بس احنا مش مناسبة للويب سايت. الشير ده هنشوفها تلاقيها أرخص بكتير من ال في بي اس. بص كده في الشهر مثلا بكام؟ $95. بس طبعا هو انت ما عندكش سيرفر، انت عندك سيرفيسز معينه هي اللي هتشوفها من عندك من الكنترول بانل، بيبيع لك معاها بقى كل حاجه، بيبيع لك كنترول بانل، بيبيع لك وورد بريس، وانت تقريبا ما بتسطبش حاجه، هي بتفتح بتلاقي كل حاجه قدامك غير الفي بي اس. الفي بي اس هنعمله خطوه خطوه مع بعض. طب مثلا بلوست عنده عنده في بي اس اهي، هتلاقي طبعا التوصيف بتاع الفي بي اس التوصيف بتاع الشيرت بلان. بص كده هيقول لي لازم يقول لك كام كول وكام ستور قد ايه ستورج ورام قد ايه والباندويت بتاع، يعني حاجات محددات معينه غير البلانز اللي كان بيعرض عليك في الشيرت، هتلاقيها طبعا اغلى شويه من كونتابو. طيب احنا عايزين نشتري دومين زي ما قلنا ونشتري سيرفر والتولز اللي هنبرمج بيها الويب سايت بتاعنا. بلو هوست بيبيع دومين برضو، هنا هو طبعا فصل الموضوع الوردي بس لوحده، بيقول لك في حاجة اسمها ويب سايت بيلدر، ده من ضمن الكونتنت مانجمنت سيستمز بس بدائية شوية، ممكن تشتري خطة أسعار لويب سايت بيلدر. ولو انت طبعا يفضل انك تستخدم حاجة من الحاجات الشائعة زي الورد بريس وزي الووكوميرس. طب دول ايه؟ دول اكشوالي يندرجوا تحت الشيرد هوست. يعني انت لو اشتريت خطة الاسعار بتاعت الورد بريس هتلاقيها هي شيرد، مش هتلاقي حاجة تالتة يعني او حاجة رابعة غير اللي احنا اتكلمنا فيهم من دلوقتي. ممكن ننزل كده نبص بص عليهم بسرعة. يقول لك الفيتشرز بتاعت كل واحدة، طبعا الكلام تاني خالص، لا بيذكر نمبر اوف كولز ولا الاستورج قد ايه. انت يعني في شوية غير مقارنة، هو لو كان الاستورج كده كده ما ينفعش انها تبقى شيرد، فدي بيحددها لك، انما الرام والكولز بيتم ذكرهم في الشيرد بلان. يقول لك بتشتغل ازاي او دبس انتجريشن باك اند لوب فانكشناليتي، ومعاك دومين ببلاش و اس اس ال ببلاش لأول سنة، يعني بيفتح نفسك عشان تشتري من أرخص حاجة دي يعني. طب تعالى نعمل أول حاجة إن احنا هنشتري دومين، والدومين ده هنشوف ازاي نخليه يشاور على الفي بي اس اللي احنا اشتريناها من شركة تانية. يعني هشتري دومين من شركة مش كونتابو، من شركة تانية مثلا اهي نيمتشيب، انا شاري كذا دومين اهم. طيب بعد ما اشتريناه بالطريقة المعتادة، انت عايز تعمل مانجمنت للدومين ده عشان يبقى شايف الويب سايت اللي انت هتعمله او هتنشئه على بروفايدر تاني، اللي هو في الحالة بتاعت شركة كونتابو. ممكن تشتري كل حاجة من بروفايدر واحد مفيش مشكلة، بس هو يفضل تجيب الدومين من حد تاني خالص ملوش علاقة بموضوع الهوست بتاعك يعني. اهم سيتنج هنا هتعمله
ان انت هتضيف الدي ان اس بتاع البروفايدر بتاع الهوست بتاعك، ال ان اس 1 دوت دبليو دوت نت، ان اس 2، ان اس 3. الدي ان اس دول بتوع كنت اللي عليه الفي بي اس بتاعك، لازم تحطهم زي ما هو هيقول لك. لو انت اشتريت من حد تاني غير كنت هيديك الدي ان اس بتاعه، هتيجي هنا في المكان ده وهتاد الدومين نيم سيرفر بتاعك عشان يشاور على الفي بي اس بتاعك. طب عايزين نشوف لما عملنا كده يعني بنعمل ايه. في جزء تاني برضو من السيتنج هيتم من جوه الفي بي اس بروفايدر، هتيجي هنا تقول له دي ان اس زون مانجمنت، هتلاقي دومين مثلا اللي هو كار بيوتي ده، تقول له ايديت، هتلاقيه مربوط مع مين، الدي ان اس بتاعك اهو بتاع كونتابل. ممكن من هنا تعمل دومين فرعي، يعني ايه؟ ممكن نعمل مثلا حاجة اسمها تيست دوت كار بيوتي اكس واي زد، والتايب بتاع الريكورد ده لازم يكون تايب ايه عشان يشاور على الويب سايت بتاعك. هنا بيسألك على حاجة مهمة قوي، هو عايز يعرف الاي بي بتاع الفي بي اس. هنجيبه بسهولة جدا، ده موجود عندك في السيتنج او كنترول البانل بتاعتك بتاعت البروفايدر بتاع الفي بي اس، هتعرف تجيبه بسهوله. يعني كده انت عملت ريكورد من تايب ايه عشان الدومين اللي اسمه تيست دوت كار بيوتي دوت اكس واي زد، يبقى بيشاور على الفي بي اس سيرفر اللي احنا المفروض هنعمل عليه سيتنج ان ازاي تستخدمه كويب سايت. هو بياخد وقت على ما يسمع يعني. طيب تعال دلوقتي الاكسس على الفي بي اس بتاعنا اهو، دخلنا عليه، هنبتدي بقى نحمل او نعمل سيت اب ل الكلاود بانل اللي هي الكنترول بانل اللي انا هشوف بيها او اقدر ان انا ادور بيها او اتحكم بيها في السيرفر بتاع اللي هو في بي اس. انا يعني الشركة اللي عاملاها جايبة لك كده شوية معلومات عن الكلاود بانل، يعني حاول تبص على ايه الحاجات اللي هي الخصائص بتاعته. بيقول لك ان هو فري فور ايفر، بيطمنك ان انت مش هتدفع لايسن يعني ما تقلقش خالص، وبيتحمل في 60 ثانية بس، وحاجات لطيفة خالص، معلومات كويسة عنه يعني. طبعا دي اهم حاجة عندك، اللي هي الداشبورد بتبين لك اليوسج بتاع الريسورسز بتاعتك المهمة، سي بي يو تايم والميموري يوسج واللود افريج والديسك يوسج، الكلام ده طبعا مهم وحيوي جدا. وهنا بيقول لك ان هو بيستخدم مع كذا حاجة، ممكن مع امازون، وممكن مع ديجيتال اوشن كلاود بتاعت جوجل فيرتشوال وازور وكلام زي كده، بحيث لو انت شاري من عند اي حد من دول سيرفر ممكن يعني يقول لك ينفع يتركب عليه، ينفع يتسطب عليه. بس دي الخصائص بتاعته. طيب تعال نشوف الخطوات بتاعته ازاي تحمله. في الأول طبعا لازم تعمل أبديت، الأوامر سهلة خالص، سؤال شي بالك بيها دي أول أمر أهو، بعد ما يخلص الأمر اللي بعد كده شوية، ممكن اعمل بس بوز للفيديو.
كده خلص. هو ده البولت اللي هيشتغل منه، هو اللي محدده. تعال كده نشوف. كده فتح وعايز على شوية معلومات. دي الداشبورد بتاعت كلاود بان كده اشتغل خلاص. عندنا في بس 3 4 كوز، هو مستعمل قد ايه، كام في المية؟ بص صح 11 53 مستعمل 3% بس. الميموري يوسج احنا عندنا 8 جيجا، مستعمل منهم 10% بس. طب انا هستفيد من بتاع الحاجات دي بايه يعني؟ بهي يعني انت شوف بس الصور اثناء ما انت شغال، يعني هل هو شغال كويس ولا العملية عنده ممكن يقع، ممكن يعمل زي هانج كده زي اللي بيحصل في الويندوز، ولا بس هو كده شغال كويس، مفيش عليه حمل أحمال عالية. طب تعال نبص كده على الحاجات اللي احنا هنستعملها. نبتدي مثلا بالدومين، فيها هتقول له ايه الدومين اللي احنا عملناه قبل كده، كنا مسمينه تيست دوت كار. ممكن ناخد نقطة أحسن عشان ما نغلطش. دي 7 و2 من 10، 7 4 من 10. ال في هوست التمبلت ده مهم بقى اوي. بص كده هتلاقي عندك حاجة اسمها كيك بي اتش بي، كودينجر، دروبل، فيول، جنريت جملة، لارفلز، ماجنتو. يعني هو عايز يعرف انك عايز يسألك بس هتستعمل ال virtual server ده في ايه. يعني ايه virtual server؟ دلوقتي احنا خدنا في بي اس بلان وحطينا عليها كنترول بانل عشان نتحكم بيها في السيرفر. فانت ممكن السيرفر ده من جواه تقسمه لكذا ابلكيشن، لكذا فيرتشوال سيرفر. ماشي، ممكن تقسمها فيرتشوال سيرفر، كل سيرفر فيهم اللي هي السيرفرز الفرعية هتشتغل عليه ابلكيشن معينة. فهو عاملهم مقسمهم، هو ده الديفولت بتاعه، عاملهم زي تمبلتس كده قوالب. فعايز يقول لك القالب ده اللي انت هتخش عليه بالدومين اللي اسمه تيست كرابيتو اكس وزد هتعمل عليه ايه يعني. فاحنا بما اننا الفيديو موضوع ويب سايت، فانا اقول انا هستعمل ده في ان انا احط عليه وردبريس فيرجن 5 واقول له اد دومين.
ده الهوم بتاع الدومين، هنستفيد بيه في كذا حاجة هقول لك دلوقتي. عايزين نستول اس اس ال سيرتيفيكت قبل ما نعمل اي حاجة، نستول اس اس ال على الدومين ده، مش على الاي بي اللي فوق، على الدومين ده. هتقول له انكريبت دي فري، انستول كريت اند انستول. شوف لما نخش على الدومين ده هيحصل ايه. احنا لسه معملناش فيه اي حاجة خالص، هيحصل ايه؟ بص كده الاكس بيرد عليك، لسه مسطرناش عليه حاجة. طيب عاوزين نعمل سيت اب لمين؟ دي الورد بس عشان نشتغل على السيرفر الفرعي اللي احنا عملناه من السيرفر الاساسي بالورد بس. هنبتدي نسطب وورد بريس بالخطوات اللي موجودة موجودة على الدوكيمنت بتاعك دوت بانيل بالتفصيل. هنعمل خطوة خطوة، نمشي كده مع بعض.
فور كده خلاص عملنا الخطوات كلها، بس ركز معايا في الخطوات اللي انا عملتها، عشان ما خدتهاش بالظبط كوبي بيست في الـ من الـ من الدوكيمنت بتاع كلاود بانل، في حاجات صغيره كده بس بسيطه انا غيرت فيها، فخلي بالك كويس عشان تعملها معاك. طيب هنفتح الانستليشن ويزارد بتاع الوورد بريس. ده كده الوزارة في 4 حاجات، داتابيز نيم وداتابيز يوزر نيم وداتابيز باسورد وداتابيز هوست، 4 معلومات المفروض انت هتكملهم في الخطوة اللي جاية. قول ليتس جو. بيسألك داتابيز نيم، خلي بالك الداتابيز دي بتاعت الوديبس، الوديبس هو بس انت بتنشئها له، هو بيحط فيها ملفات وحاجات معينة هو بيستخدمها، هسميها مثلا وديبس داتابيز اليوزر نيم. اليوزر نيم ده بتاع الداتابيز، اليوزر نيم بتاع الداتابيز هسميه داتابيز يوزر، الباسورد بتاع اليوزر نيم بتاع الداتابيز، بقول له سبميت. طيب هنا في مشكلة ما بدأش يكونكت. طيب هتيجي بقى بتعملها مانيوال من الكنترول بانل اللي هي الكلاود بانل، تيجي في الداتابيزز الداتابيز داتابيز نيم زي ما اتفقنا، ووردبريس داتابيز داتابيز يوزر نيم داتابيز يوزر، الباسورد عملناها ايه من 1 لـ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وتقول له اد داتابيز سكسسفولي ادد، نرجع تاني على الويزرد واحدة. طيب هنحتاج نعمل حاجة أعمق شوية، هنحتاج نفتح الكونفيج فايل بتاع الوورد بريس من جوه اللينكس عشان نحط المعلومات دي جواه عشان يقراها. طيب عشان نفتح الملف ده المفروض يبقى انت محتاج حاجة زي النوت باد اديتور يعني، بس هو الديبيان مفهوش غير حاجة اسمها نانو اديتور كده بتاعي هنشوفه دلوقتي، وكلاود بانل معهاش اصلا فايل مانجر، فخليك معايا في الخطوات اللي انا عاملها واشوف بالظبط بالتفصيل الممل ايه اللي هيحصل. Thank you.
حاسس شوية مع الإيديتور ده، عشان أي حاجة ممكن تعملها بيتعامل معاها كأنها أمر، لأن مفيش هنا دروب داون منيوز، مفيش الدلع بتاع الويندوز ده. ده الشكل الطبيعي للإيديتور بتاع لينكس. طيب داتابيز نيم كنا مسمينها وورد بريس داتابيز، وبعدين داتابيز يوزر نيم هنسميها، كنا مسمينها داتابيز يوزر، وبعدين باسورد سيم، من 1 ل 8. شفت الحركة دي حصلت عشان جيت استعمل الكيباد من غير ما اخد بالي. اللوكال هوست هو الاي بي بتاع الاي بي اللوكال بتاع الداتابيز، زي ما كنا كاتبين 127 ديفولت، هو محفوظ يعني. طيب يستحسن تسيب دول زي ما هما، متعملش فيهم حاجة، الكاركتر سيت وكليت. هتقول له كنترول اكس، هيسألك يقول لك عايز تعدل الحاجة اللي عايز تحفظها، هتقول له يس. عايز تكتبها على نفس الملف اللي انت فتحته؟ تعال نبص بصة كده تاني نشوف عدل ولا معدلش. كده عدل، ماشي. تعال نفتح كده البراوزر ونشوف ايه الدنيا. مبروك عليك كده، شايف السيتنج. هتكمل بقى حاجة زي ايه وده، بس انت اشتغلت بيه قبل كده. التايتل هسميه كار بيوتي تيست، اليوزر نيم اللي انت هتشتغل بيه هنسميه ار بي نيكست مثلا، ده مثال يعني، ده مجرد مثال. الباسورد ده اهي هتاخدها كوبي، هتكتب ERP next، الباسورد اللي احنا لسه عاملها دلوقتي اللي هي انكريبتد، لو عملها تقول له لوجن. وكده مبروك عليك، بقى عندك وورد بريس على VBS. احنا عملنا ايه؟ خدنا ال VBS قسمناه، عملنا فيرتشوال برايفت، عملنا فيرتشوال سيرفر صغير، عملنا سيت اب لوردي بريس على الدومين اللي احنا اشتريناه من بروفايدر تاني اللي هو ده، كان اسمه نيمت شيب، وربطناهم مع بعض وعملنا كده. كده دي اول خطوه ان انت تبتدي تشتغل بالوردي بريس بطريقه سهله. وان شاء الله اشوفكم باذن الله على خير في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.